شعيب سبري الكاتب العام للشباب بتجمعية أنفا. اليوم كنعطيو انطلاقة ديال الدورة التكوينية اللي إن شاء الله هذه غتكون هي الانطلاقة الفعلية اللي غتكون بالدورة الأولى على السياسة الرقمية. هاد الدورة التكوينية إن شاء الله درناهم بشراكة مع المعهد العالي للتسيير والإعلاميات اللي غيعطينا المكونين وغيزودنا بشهادات لصالح الشباب اللي غيشاركوا في هاد الدورة التكوينية. الدورة التكوينية الهدف منها هو إرساء الطابع السياسي لدى الشباب اللي كنشوفوا عزوف كبير ولا عند شباب السياسة الشباب ممارسة السياسة. الحمد لله كنترجاو من الله سبحانه وتعالى وبفضل المجهودات ديالنا ان شاء الله اللي غتكون جبارة على انه نخلقوا واحد الفضاء لهذا التحاور سياسيا بالنسبة للشباب. وربنا ان شاء الله بهذه الدورة التكوينية وغنحاولوا نكملوا اللي غتكون كيف ما قلنا على مدى على كل اسبوع على مدى هاد الاسابيع هادو كاملة باش ان شاء الله نعطيو واحد الطابع ديال طبع ديال الطبع ان شاء الله ديال الحوار بالنسبه للشباب. بمناسبه بدايه السنه السياسيه قررت الشبيبه ديالنا تنظيم واحد الدورات سياسيه تكوينيه خاصه بالشباب باش يتاثروا ويفهموا شنو هي السياسه ويمارسوها، حيت اللي ما كيمارس السياسه بطرق مزيانين غادي يجي واحد النهار وغتمرس عليه بطرق اللي ما غاديش يقدر يتحملهم.